ورجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كانت معانا المتسابقه اللي كسبت في صفحه سفره هنيه، وعملتنا وصفتين سهلين جدا وحلوين قوي قوي قوي. عملتنا وصفه مكرونه بالرنجه بالطماطم، ممكن تكون مختلفه شويه بس حلوه، تمام؟ بس هي عاملاها حراق، انا كان نفسي اكل بس حراق. انت ما بتحبش الحراق يا اسراء، بعد كده اعمل اكل مش حراق، ماشي؟ وسلطه الرنجه حلوه جدا، عاملاها بطريقه مختلفه شويه بس عاملاها على النار، حلوه جدا 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 وطعمها حلو قوي. كده كده الطماطم مش باينه فيها، ما فيهاش طعم زفاره خالص، وحلو قوي. طبعا بشكرها وان شاء الله تبقى معانا مره ثانيه. وطبعا معانا دلوقتي الفقره الطبيه، وهتنورنا النهارده خبيره التغذيه مي سمير. اهلا بك يا مي. ازيك يا شيف؟ عامله ايه يا روحي؟ ربنا يخليكي. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليكي، ده من بعد ما عندكم. ربنا يخليك. عامله ايه؟ وحشتيني جدا من الاسبوع اللي فات. ربنا يخليك. عايزه بقول لك النهارده معانا مفاجآت حلوه جدا، ومعانا النهارده حاجات كتيره احسن من الاول. هو سؤال بس فني كده لو نبي. اتفضلي. لو مثلا حد من العملاء اتصل او حد عايز يسافر معاك، انت شخصيا هل متاح ولا انتوا اللي بتحددوا الفريق الطبي اللي بيحدد على حسب؟ بصي، هي الناس بتكون فاكره ان هي خلاص ما دام هي احنا قلنا فريق طبي يبقى بيتابع بس مع الفريق الطبي. لكن انا مثلا مش بتواصل معاهم، لا، مبدئيا انا بتابع العملاء بشكل شخصي، انا بتابعهم على طول، بتابعهم باستمرار. انا حتى كمان على الصفح انا بتابع الصفح بنفسي باستمرار طول اليوم، بشوف العملاء لو محتاجين اي حاجه. في ناس كتير جدا بتاخد رقمي برده تتواصل معايا، سواء بقى برده واتساب، سواء على الصفحه، ما بتمليش من المكالمات؟ لا اطلاقا، بالعكس انا بحب كده جدا وبستمتع جدا بالموضوع ده. ليه؟ بعرف مشاكلهم، بحاول اشتغل اكتر ان انا ازاي احل لهم المشكله دي بشكل لطيف، وبعد كده ابدا بقى ايه، احس ان انا فرحانه جدا لما الاقيهم مع الوقت بداوا يلاقوا نتيجه افضل. بداوا يا دكتوره احنا اللي فعلا لقينا كذا، احنا فعلا بقينا احسن، فعلا بطني نزلت في اول اسبوعين، فعلا لما غيرت النظام ومشيت معاكي صح وتابعت معاكي صح، فعلا لقيت الوزن يتغير على الميزان وفي شكل لبسي. فانا يعني طبعا ده كمان وعد مني ان احنا بنتابع ان شاء الله مع بعض باستمرار، وانا بتابعهم متابعه بنفسي شخصيه باذن الله. طب ازاي الناس تقدر تفرق بين المنتج الاصلي والمنتج المغشوش بقى؟ بصي بقى، احنا هنتكلم في النقطه دي النهارده. انا عايزه اقول لك بس مبدئيا الناس الفتره دي بقى بداوا ينزلوا خلاص. تمام. بعد ما الحظر اترفع، فلقيت لك كميه مكالمات، ناس كتير بتكلمني بتقول لي احنا دلوقتي بدأنا ننزل، بدأت تلبس البنطلونات، بدأت تلبس لبسها والحاجات الخفيفه الصيفي، وبدأت تنزل، بدأت تلاقي بقى بطن، وبدأ يلاقي عنده كرش من القعده في البيت. بقالنا كام شهر قاعدين في البيت؟ بصي ده احنا عدينا على رمضان وقعدنا ناكل واحنا قاعدين في البيت، والعيد وحلويات، وبعد كده حظر كحك وبسكوت، وبعدين احنا قاعدين مش حاسين بقى، لابسين لبس البيت وقاعدين في البيت فعلا. بقى ايه، فاحنا بناكل وقاعدين مرتاحين. بدأوا ينزلوا، بدأت الاقي كمية مكالمات من الناس، وطبعا بيطلبوا نفس الخصم. يعني احنا طب احنا الأول كنا عادي، بدأنا ننزل لقينا وزننا بدأ يزيد بال 10 كيلو، منطقة البطن بقت فظيعة، وجناب وتوهلات، قاعدين ما بيعملوش حاجة. فكمان بدأوا يطلبوا مني كمان خصم خاص، عايزين خصم طيب النهاردة بس، علشان احنا عايزين محتاجين الكورس ومحتاجين وزننا ينزل وعايزين متابعة كمان أسبوعية. فانا النهارده طبعا هم عارفين الخصم، احنا كنا دايما عاملين خصم ساعات 70%، النهارده مني للناس احنا عاملين النهارده خصم 75%، وعلشان خاطر الطلبات اللي كانت طلبت مني ان احنا عايزين خصم طول اليوم عشان يلحقوا، فاحنا النهارده الخصم مش بس الاول 50 متصل، خصم النهارده طول اليوم لكل الناس على الثلاث عروض بتوعنا النهارده. وفي الغالب كنا بنطلع بعرضين بس، النهارده معانا الثلاث عروض، الفردي والثنائي والثلاثي. ايوه انت خلاص بقى عرفتي. طب قولي لي بقى، الناس اللي وزنها بعد ال 100 بيبقى عندهم صعوبه، لان عايزه اقول لك على حاجه، الناس بعد ال 100 بتبقى خلاص اكتئبت، مفيش امل، مفيش امل. فعلا مفيش امل، بتلاقي بطنها كبرت، ظهرها اتنى، ايديها رجليها، واثر بقى على رجليها بعد كده. في صعوبه ان ده كله يروح ولا مفيش؟ وبيبدا كمان ياثر على العظم وعلى العظام وعلى حركتها وعلى النفس، وتقول لك خلاص مفيش امل ان انا انزل كل ده، ولو هنزل في سنين بقى. لا، احنا النهارده معانا كورس اللي هو العرض الثالث، ده مفاجاه النهارده معانا لكل الناس، وبخصم حلو جدا ال 75% معانا النهارده، خصم على المنتج ده كمان الثلاث شهور. عرض الثلاث شهور ده ايه؟ باخد باكج على بعضه، بتاخدي تسع منتجات معاكي، ثلاث علب كبسولات، كل علبه فيها 30 كبسوله، ثلاث علب اعشاب، ثلاث علب نقط، بيقضوكي الثلاث شهور بتخسي عليهم من 30 ل 40 كيلو. ولو انت ماشيه معايا مظبوطه على متابعه ومظبطه نفسك وفي شويه حركه، ممكن تجيبي اعلى من 40 كيلو في الثلاث شهور دول. طيب نشوف بقى مدام رانيا معانا. الو الو، صباح الفل يا مدام رانيا. صباح الخير، ازيك يا شيف؟ ممكن اتكلم دكتوره معي؟ طبعا يا معاك، اهلا بيكي، اتفضلي. ازيك؟ ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. عارفاني إيه؟ انا مدام رانيا، انا كلمتك من ثلاث شهور بس كنت على قناه ثانيه. تمام. كلمتك وخدت
اهلا بيكي حبيبتي، انا كلمتك خدت منك كورس لاختي وهي خست في شهرين ونص 23 كيلو. حلو انا جدا. مش قادره اقول لك قد ايه احنا مبسوطين، لان هي كان عندها شايله الرحم وعندها الغده وكانت 110. طيب هي كانت مثلا حارمه نفسها من الاكل، كانت حاسه باي تعب؟ ايه اخبار المتابعه؟ الحقيقه من ساعه ما انت تابعتيها مش عارفه اقول لك ازاي اشكرك 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 على المتابعه بتاعتك، رفعتي من روحها المعنويه. من اول اسبوع خسيت 4 كيلو معاكي، ده دفعه جميله جدا جدا انها تكمل بقيه الكورس. هي لسه مكمله، لسه قدامها اسبوعين ان شاء الله. الحمد لله. مش عارفه اشكرك ازاي واشكر الشركه الحاجة. بصراحه شركه مصداقيه جامده جدا جدا في المتابعه بصراحه، يعني على طول بتتابعيها وبتساليها كلتي ما كلتيش عامله ايه خسيتي قد ايه، مش عارفه اشكرك ازاي بجد. يعني اثرتي معاها جدا جدا جدا، طريقتك اللذيذه كده المريحه اثرت معاها قوي، والنتيجه بقى كانت جميله جدا. الحقيقه انا بكلمك دلوقتي عشان انا عايزه كورس لنفسي. انا الحمد لله جسمي كويس، انا مش عايزه اخس، بس انا عندي بطن، اعمل دايت، العب جيم، جسمي كله يخس ما عدا بطني. بصراحه يعني نفسي اتخلص منها لان هي مضايقاني جدا. عايزه احجز معاكي الكورس الجديد بتاعك دلوقتي والحق الخصم بتاعك بقى، فيا ريت تحجزيهولي. ربنا يخليكي. يعني مفيش مشكله، لا انت ان شاء الله تلحقي الخصم النهارده. كلمي بس ارقامنا اللي هي دلوقتي موجوده على الشاشه، وانا ان شاء الله هطلع من هنا واتواصل معاكي ان شاء الله شخصيا. وتابعيني الله يخليكي بنفسك. معلش يعني من غير متطلبي باذن الله. شكرا ليكي يا مدام رانيا، نورتينا من مكالمتك الحلوه. عايزه بس اقول لك حاجه مهمه جدا. زمان كنت بتفرج على التلفزيون يقول لك اهم حاجه عشان المريض يخف ترفعي من روحه المعنويه، نلعب على الحاله النفسيه مش تحبطيه. بصي انا عايزه اقول لك حاجه، انا من فتره كنت تعبانه جدا من حوالي 4 سنين، رحت لفيت على المستشفيات كلها، الدكتور قال لي ريحي دماغك انت مش هتخفي خلاص. عايزه اقول لك انا الموضوع ده قعدت بسببه 3 شهور في البيت تعبانه جدا نفسيا، اللي هو انت احبطتني ليه؟ طب ما تقولي هتخفي اعملي. لا، موضوع الحاله النفسيه ده مهم جدا جدا جدا، والميزه عندكم ان انتم بتقعدوا تحفزوا الناس بالكلام اكتر من اي حاجه، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. يعني انا عايزه اقول لك انا لو عايزه اخس وحد يقعد يعني، انا لما بعد ما ولدت على طول من كتر التعليقات انت تخنتي لازم تخسي انت تخنتي، اللي هو بقى اكل بقى بالعند فيكم. يعني بصي بالعند، حتى جوزي جه مره بيقول لي ما تخسي بقى، قلت له بقى بالعند فيك انت بالذات بقى انا مش هخس. لا احنا النهارده ان شاء الله هنخس ومفيش اي مشاكل، وان شاء الله الامل موجود، وده وعد مننا ليكم النهارده. المنتج بتاعنا مضمون 100%. وبصي الحاله النفسيه دي اهم حاجه عندنا. عارفه جه بعد كده قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي بقى الصيف داخل بقى عايزين نلبس بقى هدوم حلوه كده. قلت له ايوه اظبط أيوة لسانك كده دي. انا اخس بقى بمزاج. أيوة. انا كده مش عارفه اخس ومش عارفه. ايوه نشجع بعض ونبدا فعلا نمشي مع بعض. العامل النفسي ده حاجة أساسية جدا جدا, جدا في أي حاجة، مش التخسيس بقى كنت لسه في كل كده. حاجة، وخصوصا لو حد مريض. من كام يوم ماما لما تعبت وجالها برد الدكتور قال أهم حاجة العامل النفسي اللي هيقعدوا معاها وحفزوها، ما كانتش عايزة تاخد علاج قال لا ادوها وكل حاجة، الحمد لله بقت زي الفل. خمسة وخمسة عليها ما شاء الله ما شاء الله عليها. وهقول لك حاجه، العامل النفسي مهم جدا في اي حاجه، عشان كده احنا بنركز قوي على الموضوع ده. بمشي معاه زي بالظبط ما بركز على نتيجه الكورس، على مكونات الكورس. دي اهم حاجه، علشان طول ما هي عندها امل ان هي هتخس، ان وزنها هيبدا ينزل، فهتبدا هي تكمل. وبعدين بقى في حاجه مهمه جدا، لما تلاقي في اول اسبوع نزلت 5 كيلو ده يشجعها اكتر ان هي تكمل. ايه ده في امل لسه؟ لا لسه فعلا ممكن اخس وممكن اكمل والاقي نفسي احسن من الاول. هتلاقي فرق في صحتها، صحتها بقت افضل، حياتها افضل، نفسيتها بقت افضل، جسمها وشكلها، فهتبدا تتشجع ان هي تكمل. علشان كده انا باكد على المتابعه الاسبوعيه، لو عندها اي احوال ببدا اتكلم معاها. احنا بصي احنا عندنا في الشركه مش بنتعامل على اساس ان احنا حاله مرضيه، لا اطلاقا، احنا صحاب جدا، بنتعامل مع العملاء بتوعنا صحاب واخوات، كلنا عيله مع بعض، احنا سوا لحد ما انت تجيبي الوزن اللي انت محتاجاه. عندك اي مشكله هبدا اغير لك في طريقه الاستخدام، هبدا اتابعك، وفي حل واثنين وثلاثه، هنجيب نتيجه اعلى واعلى مع الوقت، تمام؟ فعشان كده احنا بنقول الحاله النفسيه مهمه جدا. كمان في بعض ادويه التخسيس، بعض المنتجات دي بتجيب حاله نفسيه سيئه وبتجيب اكتئاب وارق وصداع وشعور. عايز اقول لك على حاجه مهمه، جالي تعليق على الفيسبوك، يا صدفه هو المنتج ده مرخص ولا زي الحاجات اللي بنسمعها؟ بصوا يا جماعه انا بقى هرد بقى بالنيابه عني. بصوا بقى الاسبوع اللي فات كانوا بيحتفلوا بمرور 3 سنين. مظبوط. هو المنتج ده مش مرخص، مش هيكمل في السوق 6 شهور والموضوع هينتهي، بالكتير قوي سنه، انه خلاص هيعمل لناس مشاكل كتير وهيبقى عليه مشاكل كتير واضرار كتير. ما كانوش كملوا المده دي كلها، وكمان كانوا بيحتفلوا ان هم جالهم بسم الله ما شاء الله 300,000 عميل عندهم. مزفوط. 300,000 كرش نزلوا، فدي حاجه مهمه جدا جدا، دي بنطمن بيها الناس اللي عايز تاخد المنتج وخايفه.
يعني انا بقول لكم على ضمانتي، انا جربت المنتج، انا حاليا ماشيه عليه، بس ان شاء الله بادئه من يوم الاربع وهوزن الاربع اللي جاي ان شاء الله، وهقول لكم في الاسبوع اللي جاي ايه الاخبار ووصلت لحد فين. وانتوا طبعا هيبان عليا، يعني انا اكيد مش هاخده وهستخبى، اكيد هيبان عليا في اللبس في شكلي وكل حاجه، وعادي جدا، ما حسيتش بصداع، ما حسيتش ان عيني مزغلله، ولا في سواد تحت عيني، ولا شعر وقع، وكله حلو قوي قوي يا جماعه بجد. نشوف راي مدام فتحيه. ازيك يا مدام فتحيه؟ ازاي حضرتك يا شيم؟ ايه الحلاوه دي؟ صباح الفل عليكي. ايه الحاجات اللي انت عاملاها لنا الحلوه دي؟ دي الدفى اللي جذبت معانا، تعالي اتفضلي دوقي معانا. الله يخليك يا حبيبتي. بصي الله يخليك. الطبق شكله يفرح. الله يخليك. انا هنا عليا مدي ايدي واكل، بس هلاقي المخرج في السماعه قال لي شيل ايدك يا صوت، فاقول له حاضر. الله يخليك يا حبيبتي. ممكن اكلم الاستاذه مي؟ طبعا يا سامعاكي. ازاي حضرتك يا استاذه مي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اتفضلي. انا كنت متابعه مع حضرتك ونزلت الحمد لله، بس طبعا انت عارفه انا ما بنزلش اوزن عشان انا برضو ست كبيره فاهماني، بس بنزل مقاسات. تمام. طبعا انا كان عندي معدلات الحرق ما يعني ما كانتش شغاله خالص اصلا. بس الحمد لله يعني نزلت الوزن اللي انا عايزاه. الحمد لله. طب وايه الاخبار؟ كان في معاكي متابعه؟ كنت حاسه ان انت مثلا متضايقه في اي حاجه؟ الحمد لله مع الفريق الطبي، والحمد لله نزلت الوزن اللي انا عاوزاه، بس انا كنت عايزه اطلب منك بس طلب صغير. اكيد اتفضلي. انا عندي ولدين، واحد وزنه 130 كيلو. أوكي. وواحد وزنه 120، بس فيهم واحد عنده سكر فاهماني، وطبعا اوزانهم يعني جامده جدا والشهيه عندهم عاليه جدا، فمش عارفه اعمل معاهم ايه. سنهم قد ايه طيب؟ واحد عنده 20 سنه وواحد عنده 18 سنه. تمام، مفيش اي مشكله، خلاص تواصلي بس مع الفريق الطبي وان شاء الله. لا هو ليهم كورسات وهتجيب معاهم نتيجه ان شاء الله من اول اسبوع، وان شاء الله كمان انا هتابعك بنفسي لحد نهايه الفتره بتاعتهم، ما تقلقيش خالص. شكرا لك يا مدام فتحيه. سؤال بقى يا مي، انتوا بسم الله ما شاء الله العملاء والضغط اللي عندكم ده كله، ما بتتلخبطوش بين العملاء؟ بتعرفوا تتعاملوا معاهم ولا ايه بقى؟ بصي بقى، مبدئيا احنا عندنا عملاء كتير جدا، واهم حاجه التنظيم. احنا كل عميل عندنا ليه فولدر، ليه فايل معين بيبقى فيه بياناته اللي احنا خدناها في الاول، الوزن، السن، طول، الحاله الصحيه، بينزل قد ايه كل اسبوع، الحرق عنده عامل ازاي، عنده مشكله في الشهيه العاليه ولا الحرق العالي ولا الاثنين مع بعض. فبنبدا نعرف ازاي نتابع كل عميل بالفولدر بتاعه، بيبقى عندنا خلاص عميل اخذ من عندنا اول مره ده كده في اي بي بالنسبه لي، ببدا اتابعه. ولو عنده اي مشكله ليه خبير تغذيه معين عايز يتواصل معايا برده بتواصل معاه. فكل حاجه عندنا منظمه، عشان كده بتلاقي النتيجه دايما حلوه، بتلاقي دايما في متابعه وفي نتيجه عاليه من اول اسبوع وعلى مدار فتره الكورس كلها. اول حد كلمنا، اول مدام كلمتنا قالت ان هي اختها كانت تقريبا عندها مشاكل في الغده او الرحم حاجه زي كده، والموضوع ده بيقلل جدا معدلات الحرق في الجسم. عشان كده احنا الكورس بتاعنا النهارده بيحتوي على حوارق عاليه جدا. لو عندك الحرق ضعيف، لو عندك الحرق مش موجود اصلا، لو عندك، لو انت اصلا شايله الغده الدرقيه اللي هي بتساعد على الحرق ان هو يزيد، او بتاخدي لها علاج الغده الدرقيه، فالمنتج بتاعي النهارده بيساعدك 100% ان احنا بنعلي معدلات الحرق. الحرق بتاعي النهارده بيزيد بالكبسول وبالنقط وبالاعشاب معايا النهارده، كاني بلعب في اليوم ساعتين رياضه ومعدل 2000 كالوري في اليوم. فانت كانك بتنزلي تلعبي رياضه من غير بقى ما تروحي جيم، من غير ما تنزلي وتتحركي، بتخسي وانت قاعده مكانك في البيت. بالاضافه ان احنا بنسد معاها الشهيه، يعني لو عندها شهيه عاليه جدا بنبدا نقلل لها الشهيه، بدل ما تاكل الطبق ده كله هتاكل ربعه. ليه؟ هكمم لها حوالي 80% من المعده، هسد لها الموضوع ده خالص. هتبدا تاخد الياف في الكبسوله بتاعتي، الياف طبيعيه 100% زي عشب الكوجك، الراسبري، المانجو الافريقي، الحاجات الطبيعيه دي كلها هتبدا تسد معاها الشهيه، هتقلل اكلها. فبالتالي باكل ربع الكميه، عملت تكميم للمعده طبيعي. لان اغلب الناس دلوقتي يعني حتى لو حد عايز يعمل عمليه تكميم ما يعرفوش ان هم بعد حتى العمليه بتبدا برضو تاكل اكل معين، بتبدا تقلل اكلها، حاجات معينه اللي بتاكلها، وبتمشي برضو على نظام غذائي. ده بالاضافه ان انا كمان على فكره عندي ناس عامله تكميم معده وبرضو ماشيه معايا على الكورس عادي جدا، احتاجت الكورس وماشيه معايا، وهو ده بقى اللي نزلها مش العمليه خالص. هنشوف حالة دلوقتي على الشاشة من ضمن الحالات اللي كانوا معاكوا ونزلوا اهي. بصي بصي بقى، لو صدق الراجل احلو بعد ما خس. انا لسه هقول لك ان احنا لما بنبدا وزننا ينزل اهو بالشكل ده، ما بتلاقيش بقى تعب سواد تحت العين والكلام ده، لا وشه بيبقى منور. ليه؟ لان الكورس بتاعك النهارده بيحتوي على فيتامينز وكالسيوم ومعادن وحاجات جسمي بيحتاجها جدا، فاحنا مدعمين الكورس بكده. وبينزل بيكون جسم مفرود، ما فيش ترهلات، ما فيش منطقه الكرش لسه موجوده او البطن.
فاحنا المنتج بتاعنا النهارده بيعمل اكتر من حاجه. اي منتج تخسيس ناجح بيعمل اكتر من 22 وظيفه، اهمها ايه؟ سد شهيه، تعليه حرق، نحت قوام، وتثبيت، وكمان بننقي الجسم من السموم. فنشتغل على كل الحاجات دي مع بعض، هتلاقي في اخر الفتره وزنك نزل حلو جدا. عرض الكورس بتاعي النهارده الفردي ده مخصص للنحت، يعني لو هي مثلا محتاجه تنزل 7 كيلو 10 كيلو بتبدا تاخد الكورس الفردي. ده بيكون ايه؟ كبسول نقط اعشاب بينزلني حوالي من 10 ل 15 كيلو في الشهر الواحد مع النحت ومع التثبيت. طيب لو هي عايزه الشهرين مع بعض اللي هو عرض الدبل بتاخد 6 علب كورس، وانا بديها عليه كورس تاني هديه، يعني هي ما بتشتريش الكورسين، لا بتشتري واحد بالخصم بتاع النهارده، وكمان بديها عليه واحد من عندي انا هديه، بيكفيها شهرين. بتخس عليه قد ايه؟ من 20 ل 30 كيلو في شهرين. طب انا عايزه افكر الناس اللي شايفانا دلوقتي طلب المنتج عن طريق ارقام التليفونات اللي على الشاشه وعن طريق صفحه الفيسبوك اللي هتنزل على الشاشه دلوقتي. ليهم صفحتين، صفحه بالعربي وصفحه بالانجليزي عشان ما تطلبوش من اي صفحه فيك او تاخدوا منتج غير مرخص او منتج مش حلو ويحصل لكم اي مضاعفات او اي حاجه، هنبقى احنا غير مسؤولين خالص خالص خالص. منتج بتاعنا مرخص، وخلي بالكم من النقطه دي يا جماعه. الصفحه قدامكم علشان تبقوا عارفينها، صوروا شكل الصفحه عشان لما تيجوا تدوروا على الفيسبوك تعرفوا من شكل الصفحه. فعلا ممكن يصوروا يعني الصفحه والارقام عشان برضو ايه يعرفوا يوصلوا بسهوله. طب والارقام قدامكم على الشاشه برضو. ودلوقتي مي هتفكرنا بالعرض بتاعها كمان دلوقتي تاني، واخر عرض معانا بقى اللي هو عرض الثلاث شهور ده. لو حد عايز، لو حد فوق ال 100 عايز انزل من 30 ل 40 كيلو في ثلاث شهور او اكتر من كده كمان، باخد الباكج بتاع الثلاث شهور ده النهارده بخصم ال 75%. الناس خلاص عارفه الخصم اهي، نلحق بقى النهارده الخصم وما نفوتوش. وان شاء الله وعد باذن الله من الشركه ان احنا ان شاء الله المنتج في كل الاحوال هيجيب معاكي نتيجه. انت في الاسبوع من 3 ل 6 كيلو على حسب جسمك بيستوعب ازاي المنتج، بالاضافه ان انا باذن الله تبع الناس. طب دي حاجه كويسه. عايز اقول لك كمان حاجه، ينفع حد ياخد الثلاثه ده ويقسمه هو واخته وامه؟ ده عشان كده برضو كنا ساعات بنسميه عرض الصحاب او عرض الاخوات. بتاخد عرض الشهرين او الثلاثه، وبقى هي وصاحبتها هي ومامتها هي واثنين اخوات بيقسموه مع بعض، وتبدا تلاقي النتيجه وتكرره بعد كده لو محتاجه ثانيه عادي جدا. تمام، دي حاجه كويسه قوي. الناس اللي عندها منطقه البطن مضايقاها، في ناس بتقول لك وزنها بينزل وتفضل عندها بطنها، بطني فعلا زي ما هي، وعلى فكره ساعتها بتحس بقى ان بطنها كبرت اكتر. ليه؟ لان وزنها نزل وبطنها لسه زي ما هي، كل نزل معاد البطن بقى الوضع، تحس ان هي بطنها ايه دي زادت اصلا بعد الدايت او بعد منتج مثلا معين خدته. لا، اي كورس معاكي النهارده سواء الفردي اللي هو الشهر او الشهرين او الثلاثه، معاه النهارده كورس منطقه البطن. منطقه البطن ده مخصص للنحت، بيركز لك على منطقه البطن لان بيكون فيها صدفه تجمعات دهنيه ودهون عنيده مش عايزه ان هي تنزل، بقالها سنين بتتكون معايا. مي انا كنت مبسوطه معاك النهارده بجد، شكرا ليكي، وشكرا لعود انت قلتيها النهارده للمتابعين، شكرا ليكي جدا جدا جدا. ويا جماعه عايزه افكركم طلب المنتج عن طريق ارقام التليفونات اللي على الشاشه او صفح الفيسبوك اللي شفتوها على الشاشه. ولو حد عايز يتابع مع مي شخصيا هيكلمهم برضو على الفيسبوك او على الارقام يقدر يطلب المنتج. واطلبوا يا جماعه، ممكن انت واخواتك انت واصحابك وتقسموه مع بعض، حاجه حلوه جدا، وخصم كبير جدا النهارده لحد الساعه 12 بالليل، مش اول 50 متصل بس باذن الله. وبجد مبسوطه جدا النهارده، وشكرا ليكم، وطبعا بشكر اسراء المتسابقه اللي كانت معانا النهارده، وربنا يوفقها في حياتها. وانتظروا ان شاء الله يا جماعه ناس كتير هتطلع معانا، ما تنسوش المسابقه صفحه صفر هنيه وصفحه بلان ايه. وان شاء الله بكره ان شاء الله عندنا وصفه جامده جدا جدا جدا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.